خطب معاوية يوم من الناس فقال إن الله فضلنا على سائر خلقه بثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ونحن عشيرته الأقربون، وقال وإنه لذكر لك ولقومك ونحن قومه، وقال لإلاف قريش ونحن قريش. فقام رجل من الأنصار فقال على رسلك يا معاوية، فإن الله تعالى يقول وكذب به قومه وأنتم قومه، ويقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وأنتم قومه، ويقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وأنتم قومه ثلاثة بثلاثة.